بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين براني عزيزم لو أنا بستبين زي مشرحي متن الآج الرومية بيتان دقينو طبعا درسي بيشتر باسي تمان كرت ملانوسي باسي مصدر ما كرت كاكا بكرت مختصر يقول ما مصدر اسمه شي منصوبة سيمين تصريفي دي و بابلين زمني تيدانيا ونيام تاوجي بيدرن لكردية روندي بزانن دو قسمة لفظي من هي معنويش معنى لفظي كوي لهما لفظي فعل كي خويبي باشا وكو كغوتمان قتله قتلا كتبه كتابة و ونيا نصره نصرا إلى آخره أما معنويك له معنى داوة تشكبا بلفظي وتشي وغنيا وكو غوتمان تم وكو غوتمان جلست قعودا وقمت وقوفا ونيا وشي من احمد قوتني قوتي بفيودان نشتم او يا يعني بودام بس هذا شي خوش بيت امريم يك ملاحظه ابن سن او مصدر جوري كاستعمل خين ما كان لكن ما بيد المصدر النوني ونيا تاج نوني يك او ابن سن ابن سن مصدر الصريح او ام لبو ابن سن لو لبر اوي يعني لا تابع كان زود دار مصدر مؤول ومصدر صريح او ما بس مصدر صريحه او ناوكيتي بس ناوكيتي لبر مصدر سن زور معناه دو مؤول الصريح او الصريح كي مؤولك اسانه سنيه ايه او مصدر صريح مصدر الصريح باش براني عزم بس او ملاحظه ما نهبو كبيدا قتري تس السبابين سبابه تشنو طبعا قوتيش ولا مصدر صريح بس ما كل هر كاتك مصدر للجمله ده دوباره بو دبتته مفعول مطلق كتبه كتابه دبتته مفعول مطلق ونيا قتلته قتلا دبت مفعول مطلق مصدرك دبت مفعول مطلق اقعد دوباره بو بمنصوبي باش هر او ابو بابتك بابتك معناه بيدرن باب وظرف الزمان وظرف المكان برام معناته يا مام عبد الله او ظرف زمان وظرف مكان اولا اقول لكن بابتك زور اسان من عبد الله تم شاكه بالضبط ظرف يعني سه اما دل انت بالضبط علاقه بالضبط ظرف يعني ظرف ناخذ ما بس ما عاوزات شو هاي لما كما يكلا يلون وانا ظرف ظرف كو اما ظرف اشتكى شتيتي ذاك ونيا كدلين ظرف بران كو اما ظرف تشيش شتيتي ذاك ونيا ظرف شتيتي ذاك او ظرف ما بس بي اوي يعني يسابون منا امن فعلكم هي فعلك لشوي لكس كاتك يان لشوي نشي جاريك او رويا ونيا أو يا بابتك أتو أو في علي دخينا ينظر في زمان ينظر في مكان أو بي لو بي دلن ظرف باشا أو في علي لشو نقيا لكاتك رويدا لناو شو نقيا لناو كاتك ظرف في زمان بيدا قتري هاول ناوي بنو ستاخت من ابن سن إيه هاول ناوي كاتي ظرف في مكان دكتور ظرف في مكان دبتتها هاول ناوي شويني بالضبط باشا تابرم هاو ناوي كاتي و هاو ناوي شويني باشا زور آسان بابتك بابي مزاين سم ظرف زمان دلته وهر وهر ظرف مكان من هي طبعا ظرف زمان تي دلي هو اسم الزمان المنصوم بتقدير في يعني تي دلي اسمه هو اسم اسم زمان دلالة لتدك كادك المنصوب بتدي عادة منصوب بتقدير فيه يعني اما في شيء لابد تقدير ذاك ما بس تنبيت هيك في شيء لابد تقدير ذاك يعني كانما في يعني ت لا كل يعني ت لا بالضبط في يعني لا ليش لابد تقدير ذاك يعني ليك يعني بس كانما اذا مثلا ظلمت بون نبن كلب بالمثال يتضح المقال نحو بون منا اليوم او انا ظرف او كان مثلا ظلمت مثلا ظلم الليلة أسافر الليلة أسافر يعني سأل الليلة أسافر زكريا الليلة أسافر باشا أو شو سفر لكم تقديري في تدا في كديارني يعني تي ما بس في الليل اسافر لا شو بالضبط السفر لكم ليلى ايا ظرف شي زمان ان هالنا شي كاتي ان بله دلاله لك كاتك دكا مثلا الليله الليله اليوم روش اليوم اكملت لكم دينكم اسافروا
وسا عفوا هو كسري ما بستوبو حسن لي خلص الى ما مصايب جرينيزه ايه اسافروا باش قينا ايه اسافروا ها اسافر الليله هاد كان النبي بلا بلا لا كور ابراهيم ليله كزنيا ليله كتكيتو ديري ليله اواد المصري او هاك نا ابراهيم ليله وهذا المصري ناوي كتان ليله الليله شو اويا ولا برتوني بلوان بو باسا باسا بارك الله المهم باشا مشكلة يا قاع حزك اي شارت شي لسدرم باشا لبروي ليلى لش لناوي لزماني عربي لبو معلومات للشعر عربي بويتا بويتا رمزك رمزك يعني الشرنيه الشرنيه مثلا كابرا خوشويسكي ناوي ليلى بي ولا شعر عربي اختصاص بجزاني شرنيه خوشويسكي ناوي ليلى بي الشعر بس ناوي ليلى ديني كان ما بويتا الرمز هلا الليل مجنون بويتا الرمز مثلا دري بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا ام ليلايا من البشر دري تخوا اي ما مزيدستو تشيوان بين بلين ليلاي من ليوي يا ليلاي من لبشرة الله اكبر او با قوتن با وزعك يوكين بالضبط او ذا تمشاكا اليوم او رو الليلة شو غدوة غدوة تيا كاتشي القرآن هاتي غدوة بالغدو والآصال غدوة بريان باس فجرة هيش الرش الله هاتيا الغدوة بعد الفجر قبل طلوع الشمس غدوة وبكرة بكرة واصلة بكرة قبل طلوع الشمس يعني فجرة فجر تعزى هار أو كاتي كما بروج دبين ملايين يعني بانك ده دواتم لدواي فجر تدي غدوة دي لدواي غدوة تدي بكرة دي هيش تاروش هالناتي بس دنيا تلياتيا روناك بيتوا و أتكروش هالدي بيدين سي الشروق باشا سحرا سحرتيا أميزي شو بيش أوي فجر بي ها كاتي السحور يا ما بربانك داكين أو داكين بربانك ناكو لا سيدين بارشو بالضبط سحر يعني بارشو بيش فجره بكره ما بيان جيت مثلا اول طريق بكره اول عامي ولا لا مصري ولا عراقي جوا اسا من وسم او بيش وباش خم طبعا لنمتك بس دبي لما تنكواها تيبيم عيبو سحره لبر زنابي اجر او زناي بابرزمان خوي اجنا سحر دي تبيش فج او بيش فجي سحر فجر غدوه بكره وكو تسلسل الزمني غدا بياني باني مثلا درم جهات متى موعدنا موعد من كان جيني دلته غدا غدا يعني ايش كان جيني سبيني غدا غدا سبيني نيو الشيء رحمة الله وبحساب لف فقيات الشيخ نجا باشا غدا سبيني وعتمة عتمة يعني ته ده اون بيبي ها سيش شو يعني لسه شو سيش شو فرقيني بالضبط عتمه وكاتي باش عشاء باش الدنيا طال تاريخ دبي بيدي عتبي يجلس السيشو بالضبط بارك الله فيك عتمه هر عتمه هم او وقتي هم هر كاتك شوينك تاريخ بي بيدلن عتم عتمه يعني تاريخ تاريخي صباحا تعرفون صباحا لباش شروق تي بيدلن صباح صباح يعني زوكات كما دتينا داري لبو عشاء او بيدلن صباح مساء ايواره بيش يعني بيش بيش مغرب تقريبا او مساء باش عصر لبين عصر ومغرب او بيض مساء عاده تاع مغرب ايش وابدا ابدا يعني ابدا 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 ابا خصنا ابدا اخر باشا يعني دلاله زمن بالزمن شي دياري نكراوا قال ابدا هرجس امدا زمن شي دريش امدا بعيدا زمن شي دريش يعني زمن شي دريش دياري نكراوا باشا زمن الشدريج يعني وحينا حين لا كاتك بالضبط كاتك حين حين كاتك جاري كلاوي كما باشا هل مثلا ها كاتي داري حين يعني كاتتي كم بس دياري نكرا باشا كاتك كم بس دياري نكرا بالضبط حين قال او كاتيك قوتي او كاتيك حين قال
وما أشبه ذلك. أو يبوي بتسي كسي ظرفة شي زماني لمشك مثلا صباحا مساء إيتيكا ظهرا عصرا يهم ظرف زمانه هموي ظرفي زمانه هام ملا ناطق ها ضلل ايه ظرف شي زمان لبي مشك يتشتك عشاء عشاء طواو ها ضحا ضلل زوانه بارك الله او انا هم ظرف زمانه أس... ها الان بالضبط عفري ساعه الان سنه هموي تيار شهرا يوما اسبوعا او هموي دبته ظرف زمان باشا هسه بعدين بزانين لظرف مكان من هي ظرف مكاني بهمان شوا او هاولناوي كات شويني بهمان شيء هيك فرقيني لقي بس او مكان او زمان دلت هو اسم المكان ناوي شي كا شوينا المنصوب منصوبه بتقدير في تدا تقدير ذكري ايش جاره تقدير في تدا ذكري يعني سي سبيشال تقديري في تدا ذكري نحو تم وكتم امامه يعني تي امامه بيش امامه يعني بيش منيا امامه يعني لبرامبري بالضبط امام لبيش يعني هسه مثلا ظلمت او بابلين او اوي نبي ام لبرامبري لبيش راب واسم درمت وقفت امام المراتي امامه المراتي مثلا درم وقفت وساوت يا اوت برامبري كاميرا ونيا دي يلا دي دي, دي, دي. وقفت امام الكاميرا تمام اذا ده زول ساكا او زين تم ببيديتو لمرحله والله نازم لتنبويل المهم لبزول بي او درساني كطلبه كان جيان لي رادن دق لكليه طلبه كان بيشتو هم لنا محاضره رسميه دق ليه قرر باسا ازوان البيشور دي امامه خلفه ايه خلفه يعني بيشت ايه امامه يعني تي امامه يعني لبرم لبيشي خلفه يعني لبشتي يعني مثلا ضليت جا بري لبشت ساقه كي دانشتم لنا وسارك ضليت دكتور اتو وقفت وام وقفت زالوا وقفت جلست لا سارك ابري لبس سارك ايه سهراء وصابي عند دانشتوي ايه جلست خلف السائق جلست خلف السائق لبش سائق دانشتوي باشا قدامه قدامه خوي قدامي اوي عمي كدل قدامك يعني لبيشته انا مثلا حتى اسلوبي عمي وادله مثلا دله كراج در والله اوزور جوان دم قدامك يعني لبيش يعني بقر فرم ولو بوخت اوها اول اسلوبي عمي اما لا قدام يعني ورقه قدام او كسيك ببيش ده كوي بيش رو قدام القوم قدام القوم مثلا ها قدام نبابة. قدام قدام. بكل ما نتلي كل مكان. ها؟ مكان. قدام بيشوي أوك. كبا مثلاً بيشوي لا بيشن جبر. بيش روين جوب كم؟ بيشن جبرهم. قائد أو بيدهم قدامه. باشا. وراء. بيشتيا. بالضبط. واتخذتموه وراءكم. وراءهم سخرية. أذت وراء لتن آتشات يعني بالضبط. ايه سخريه زوتك وراء وفوقه فوق يعني لسر مثلا دمت وشو ابتدائي وعظم نموني ما دينا وش زين العصفور فوق الشجره دي لازم تقول والله اني نفرني لذيلي نوطه كان او نموني نبي تو الفقوس او هسه كان والله استاذ كان الصلحفات بطيئه بالضبط بس له السلحفات بطيئة نمني ضرب مكان يرتد أنا تحت يعني س لجر إن يعني وازم إني في هذا لوا عنده للاي بالضبط يعني اسم سندرم تم ضلم ضلم عفوا أين الهاتف موبايلك ولا شيء ندري هاتفك موبايلك ضلم عند راويش للاي أوى عند الحاسوب للاي
حاسوبو اوكيا كمبيوتر كيا ادي قبري مولاي كمبيوتر كا او تي دان ما شحني تي دان ما او ده بيبرم تش او ده بيبرم او ملبو لا شحندن باسا زورتاكا بابين سوشي دواتر مع مع برام مع تيا لقل بالضبط باشا مثلا دلم ذهبت مع ابي لقل باب مع لقل مكان لقد زي شوينه ونيا باشا القران مع هاتيا باكو ان مع العسر يسرا ان ان معي ربي سيدي ان الله معنا لقلت ان الله معنا بالضبط مع وإزاء إزاء إزاء يعني إزاء يعني لقلي برواشتك لقلي برواشتك زاري برامبر إيش دي برامبر برامبر إيش دي وروها لقلي شي بروا أوها أو إزاء آها حذاء أجلكم الله طبعا لو عربي أجلكم الله يعني كدري مدري برجينك حذاء يعني بيلاو باشا حذاء وشجع يسق بكوبا كاردي بيلاو بس أصلي خوي حذاء بيلاو نبوه. أو إستادرين نزود نقول. كاكا حذاء أما إستادلين دولار جنابتان بيلاو دلين حذاء. بلام أصل لا تهاتيا. كيف بيمدري بينادوسي بيدرن بعربي. أو إزاني هدية دميز. تمشي دم تاني دكما أو يزور استغراب ويسد دزام دم هدية تاني دمي. هادي تاند دمي زمنا زمنا بينا دوس بيدر نسكافي بنسكافي بفيتان بيتو نسكافي او تسبي عندي بو علاقة دو او او اللي قال او نموني دام ظلم حذا حذا الاسكافي باشا النعالة حذا إسكافي الإسكافي بقى الفلامو الإسكافي النعالة إسكافي كبينا دوزا كتير يكرت حذا نعالة كيكر ما هم صمموا السيتي أو حذا أو كم معلوماتك في الضلم حتى بيت ضلم أو بس حزم ليه معلومات خوشة دم كحذاء أصلا كي سياتيا كاتك نعل دولار زناب تاون لكن بينا دوزا كان بيان بربا أو كي هندك شكلة كي بقوري با دان قوت حذا يكرت دو جوتەکەی لە کنێک دادەنا ئەوی دەکردونیە ئەوە حەذای کردیە لۆی ئێستا پێڵاوەکانی شەهان قال بوشتەکەی دەگۆڕێ لۆی یەکسەر پێڵاوی ناویان پێڵاویان لە چی وەرگرت حەیدا باشە بزە ئەوە کو دەبتێ بابا ئەوە بەزە بۆ مەعلوماتە چ خۆش بوو حەیدا یەعنی ئەوە لەگەڵی حەیدا یعنی چێ لەگەڵی لە جۆتی باشا لوه بين دوزا كان تيان دكر دون على كان تلي دكر أو هاد جوت يان دكر لجريت تيان لذكر تاتش يان دكر هاو تريب يان دكر لجريت يان دادنا حداء لوه بس استا أو كلمة ناتوان بكار بيني لجر ب صريح بيدا بريم ناتوان بكار بيني أو كلمة ها قدر أتو بريم ولا مشيتو حذاء راويج والنبي حذاء دولار زنات لا يسالبوا يعني بيلا بكاردي ابراهيم لگه پیرا و پیرا رایش روش منیا نکری لو استا او بکارهنانه چی دیگه هي زور تاکا بابین و تلقاء تلقاء دزانت تلقاء مد يعني عن توجه اتجاه اتجاه يعني روگر رو روي ها دريت مسلسبو بالضبط تلقاء مدين روي يعني بروي مدين دار روي تلقاء مدين بالضبط رولة مدين بالضبط ثم يعني هناك مثلا دومت لزق لكتاب ولا فيديو ولا او كان هي بالضبط مثلا دومت ثم مشكلة كبيرة ثم مشكلة كبيرة انت يعني هناك مشكلة كبيرة او مشكلة قورة هي ثم فثم وجه الله هناك وجه الله باشا يعني او ثم بس اقدر بس ثم بضم فرقية ثم يعني دواتر ثم يعني لوي سبت عطفة حرف عطفة أها لا لا أوي دخيني ثم لقرت
ثم ثم يعني هناك ثم يعني دواتر باشا او اقدر با هناك يعني لوي مثلا درم نالم سابون ما تولي درني ملا شاكيو ها ايه ظلم ثم مشكله كبيره درم مشكله شي قوره لوي هي ونيا دزو خويو ذاك امن باشا بابين وما اشبه ذلك وهذا هو عفوا وهنا هنا يعني ايره مثلا درم هنا مكان العز ايره شويني عزته دو صلاته اشكويا باشا او ضرب زمان ضرب مكان برام زود سهله اسمه كدلاله شوينو كاتك ددا ومنصوبه والسلام مسك الختام باشا ششمان هي مبنينه باشا كي معربه يعني باشا كي حركه دغوره باشا كي ناغوره باشا بابي نسر اخر شت اسمان هي بين السر اولونا اجناك نمونا دل نمونا كم لبو بينو بس اولا نمونا اعراب جوابك ابرام جوابك او يك بسيار ظرف زمان بنو سدبت جوابي ت دبت جوابي ت بسيار بد جوابي اينو متى او جوابي متى او دبت جوابي اينا يعني هر كاتك بأين بسيار كم دبي جوابك ضرب مكان يعني مثلا دلم ته جهات اها أين ناطق ناطق لك إبريل بيشما هنا أمامي قدامي بريلة تنش كاميرا كيا تنش كاميرا كيا تنش شندر بو تنش كاميرا كاما بو دبريلة تنش كاميرا ده عندك وعندك كاميرا عندك كاميرا عندك كاميرا عند اي كاميرا لا لا كاميرا كيف ارسل ذا كاميرا كلا بالضبط ديزاين بس اكو عذري لو انت متى سيارك بمتاكل والله ما كيف بالزمانه مثلا درم مت اوات بدرن كاك واز مصر الله دي كاك دلم سم ملا نورسي درم متى مثلا تستيقظ من النوم او متى نذهب الى السفره ضليت ياك قلوان بكرنا بكره يعني باني زوكي باشا دواء دكواتا بس ساعات جت وين باب الساعه متى درن شو وقت اوان عندك فرقيه عندك فرقيه باشا طابرم او جمله شمله ولا بو بينو جمله مال ولا اين لوش بينو وارسن دينات انا تلقاء تلقاء امد سه اعراب برام جوانا اعرابك اللي بدنا كي او شي جوان برام ملاحظه شي بنسا بدو جور اعراب ذكري بدو جور زور اسان ها ونيا بكوي باب اللي بتسيتيا ام كغوت ما اسان يعني اسان يا عند تو امبرين ظرف زمان يعني مكان منصوب وعلامة نصبه فتحة تجيشتن يا عند تو امبلم مفعول شي بيم درسيا فيه يعني تي برون لسر بابتك اي اوم لبو بنوسن ظرف مكان وظرف زمان بيك وتسي موضوعك عفريم اوم لبو بنوسن مفعول فيه همان بابتا انا همان بابتا لبولي دا لكورسي دوم دخوين دري باشا يعني هركاتا قوتان ظرف زمان وظرف مكان بري مفعول فيها مفعول فيه ظرف زمان وظرف مكان يكشتا لو ايسا بريم تسي تمشا بالزب يكن يكشتن هار يقناوة ويقن ها أجا ها تمشى يسبون ما بعمل جملة شلير بينمو مثلا اليوم أكملت لكم لينمو ونيا أكملت باشا أو بالي قري اليوم اليوم دبتت بيزا أحمد بهر كامي إعراب لكي ضرب زمان هيت فارقين يلا باه يلا كابا أو يلبو ضرب زمان ملبو إعرابك ضرب إيه تسيه ضرب زمان تسيه كاني أتلاس نعم نعم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه فتحة والسلام أذي قبل مفعول فيه برين ملا صالح مفعول فيه منصوب نصبه فتح هل وشيك بالزبط
أليرة مثلا درمت ها من تحتها الأنهار باشا مثلا نمونه ديكي آسانتر تلقاء مدين كاكا أو مدين تلقاء مدين يعني باتجاه مدين بروي مدين دار روي موسى تلقاء أدبتت تشيل بومي عرادك ها حزلي بي ها ها راوي مفعول فيه ومنصوب وعلامة نصبي ده شو أمرين تي ظرف مكان منصوب وعلامة نصبي الفتحة هرون دي طو بابتا چی آسانا زورتا کم؟ بالضبط فيش لبو تقدير لكن يعني تلقاء مدين ما بستمتع يعني في تلقاء مدين يعني فيش لبو تقدير ذكري ما بستك يعني لا برو روي تل مريم أو مدين روي باب الحال صندق من هنا ملا أحمد صندق من ما طابو صندق من روش بخل سبيزة خروشة يبو باب الحال حالك تواضك لي حالك اش كنت درس دادي دينا سر باب الحالي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله